السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أخد سيكشن يكون على نفس الخط دوت، لو قلت له مثلا روتيت وقعدت أحاول أظبطها ما بتجيش 100%، طيب أعمل إيه عشان تيجي مظبوطة؟ أسهل حاجة إن أنا أقول له ألاين وأعلم على الحيطة، وبعد كده على السيكشن، بعد كده أحرك السيكشن للمكان اللي أنا عايزه. الأمر آخر إن أنا ممكن أقول له روتيت وبعد كده أنقل النقطة اللي هي بتعمل منها روتيت. يعني هنا مثلا لو قلت له روتيت هتلاقي النقطة هي انقلها للنقطة المشتركة هنا، وبعد كده تقدر تقول له من هنا لهنا تيجي معاك مظبوط، وبعد كده حركها بحيث تبقى شايفة الحتة.